بيقولوا عندنا في مصر ان العلاج عملية مش عيان، والعملية او التدخل الجراحي هي حاجة بتحصل عن طريق ان شخص متخصص بيفتح جسم الانسان بيزيل ضرر معين مسبب مشكلة معينة جوه جسم الانسان ده، بعد ما يخلص التدخل الجراحي بتاعه بيقفل الجسم تاني والانسان بيرجع طبيعي زي ما كان قبل كده. بس السؤال هنا، هو مين اصلا اللي جات له فكرة وجرأة ان هو يجيب آلة حادة ويقطع في جسم الانسان ويلعب جواه؟ ده اللي هنعرفه الحلقة دي. بص، انا عايزك ترجع معايا لورا قوي، يعني ارجع معايا كده للعصر الحجري. في العصر الحجري كان في حاجه بتحصل للمرضى النفسيين او المجانين اسمها تريفينج. الناس وقتها كانوا مفكرين ان المرض النفسي هو عباره عن ارواح شريره ساكنه جسم الانسان، وبالتالي لازم نخرم في جمجمه البني ادم علشان الروح الشريره دي تطلع وتسيب جسم الانسان والانسان يبقى كويس بعد كده. دي حاجه احنا اتكلمنا عنها في اول حلقات تاريخ الحاجات، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن. واتكلمنا برده عن المرض النفسي وتاريخه من اول ما ظهر لحد النهاردة، يعني فياريت تشوفوا الحلقات دي، هسيبها لكم كلها تحت في ديسكريبشن. وبقى ان احنا اتكلمنا على الحاجات ديت يعني بشكل من الاشكال قبل كده، خلينا ندخل بقى على الشغل اللي بجد. ايه هي الحضارات اللي اثرت في العمليات الجراحية بالفعل؟ وكانت الحضارة الاولى واللي ليها نصيب الاسد وقتها هي حضارة المصريين القدماء اللي كانوا على دراية بشكل كبير جدا بعلم التشريح. فمثلا عشان يحنطوا جثة ملك او حاجة زي كده لازم يفضوا الجسم من جوه من الامعاء والطحال والكبد وغيرهم، وفي نفس الوقت ما يشوهوش جثة الملك دوت من بره، فكان لازم الفتحات دي تكون محسوبة بالملي. وده بالفعل اللي علماء الاثار شافوه لما كانوا بيستكشفوا المومياوات اللي لقوها في مقابر ملوك القدماء المصريين. بالفعل الفتحات اللي كانوا بيفضوا بيها جسم الانسان كانت فتحات مميزه جدا. كمان كانت عندهم خبره كبيره بعلاج الكسور وعلاج الجروح. ومناسبه علاج الجروح، فالقدماء المصريين هم وقتها يعني اخترعوا خيوط مناسبه لتخيط الجروح. وعلماء الاثار لقوا في المقابر والمعابد بتاعه المصريين القدماء ادوات جراحيه كتيره جدا ومتطوره جدا مقارنه بحاجات من 5000 سنه، بتدل بالفعل على ان الناس دول ما كانوش بيهزروا في الجراحة، لا دول كانوا جراحين بالفعل. واحد الحاجات اللي بتثبت تفوقهم في حاجة مثلا زي الطب عموما هو انهم مثلا كانوا من اوائل الحضارات اللي اقتنعت بان العسل افضل مضاد حيوي، والعسل لو اتحط على جرح الجرح ده بشكل كبير مش هيحصل له اي حاجة. مش معنى كده ان الجرح ده هيخف لوحده، لا انا اقصد ان هو بيمنع وصول التلوث او البكتيريا او الحاجات ديت للجرح. انا مش دكتور يعني فما تعلقوش عليا قوي. ولسه عند المصريين القدماء اللي اكتشفوا ماده بتخرج من لحاء شجر الصفصاف شبه العسل بالظبط. احنا مش هنجيب النحل نقعد نعذب فيه عشان يطلع لنا عسل ونعالج نفسنا بيه، لا احنا ممكن نروح لشجر الصفصاف نستخرج منه الماده دي ونستخدمه على الجروح بتاعتنا عادي. وخليني اقول لك ان مش بس المصريين القدماء اللي كانوا متطورين جدا في الطب وفي العمليات الجراحيه، لان في نفس الوقت ده كان اليونانيين القدماء عندهم حاجات ثانيه برضو وابتكارات ثانيه بيعملوها. لما بداوا يكتشفوا ان النبيذ او النبيت اللي هم بيشربوه ده فيه ماده معينة كده بتساعد على تطهير الجروح، المادة دي بعد كده اللي هي الكحول. لا ومش بس كده، خد بقى الكبيرة، طبيب يوناني اسمه هيروفيلس في القرن الثالث قبل الميلاد كان بيعمل عمليات تشريح in public في الشارع، ويعتبر الطبيب ده من المؤسسين الحقيقيين لعلم التشريح وبيلقب في بعض كتب التشريح بأبو التشريح. وهنسيب الحضارة اليونانية القديمة ونروح لجيرانهم في نفس الوقت، وكانت الإمبراطورية الرومانية اللي كان عندهم شخص مهم جدا اسمه جالينوس. جالينوس ده ورث ليهم علم كبير جدا في مجال التشريح ومجال الطب. جالينوس كان من الناس المهتمين جدا بحاجة اسمها تشريح، ولكن لسوء الحظ وقتها في الامبراطورية الرومانية كان محظور تشريح الجثث، فكان بيلجأ لأجسام حيوانات زي القرود مثلا ويبدأ يشرح فيها. لكن لأن أجسام الحيوانات مش زي أجسام البشر فكانت أغلب الأفكار والكتب اللي سابها بلح. لكن على الرغم من كده إلا أن كتبه كلها كانت واكلة الجو لمدة قرون مثلا. وتروح الأيام وتيجي الأيام وتبدأ الدولة الإسلامية تظهر وتستحوذ على تقريبا أفضل العقول في الطب في الزمن ده، أمثال حسين ابن إسحاق والطبيب الفارسي محمد ابن زكريا الرازي، والاتنين دول ينجحوا في إن هم يأسسوا طب الأطفال والعيون. وفي نفس الوقت كانوا الهنود بيبدعوا في مجال تاني خالص في الطب والعمليات الجراحية، وكانت العمليات التجميلية. الهنود كانوا متطورين جدا في الحتة دي، طبعا يعني مش بالشكل اللي احنا شايفينه النهاردة، ولكن كانوا متطورين على حسب التطور وقتها، لدرجة ان كان عندهم مستشفيات ومراكز صحية سنة 200 قبل الميلاد. فانا عايز انهي الفقرة دي من الحلقة او الفترة دي من الحلقة بملخص سريع كده، وهو اننا من العصر الحجري لحد ما وصلنا للدولة الاسلامية وبداية ظهور الطب فيها كان كل الناس بتجرب، كل الناس عندها حاجات في دماغها كده وافكار معينة بناء على معلومات ناقصة او نقص امكانيات او حاجة زي كده. وبناء عليه الطب وقتها كان
مشوه بشكل كبير، مش واضح المعالم، كله كان قائم على تجارب ومحاولات للتطوير في المجال، لحد ما ندخل على العصور الوسطى. عارف انت في مصر بيقولك على دكاترة الاسنان حلاقين؟ ده مش لانهم عايزين يشوهوا صورة دكاترة الاسنان ولا حاجة، ولكن علشان في اوروبا الغربية في القرن 13 من الميلاد كان ظهرت مهنة غريبة كده في الشوارع، وهو ناس بتحلق الشعر وبتقص الضوافر وبتشيل السنان وممكن تكبر الكسور او تعمل اي حاجة زي كده. وده بقى كان في اوروبا اهو مش عندنا، علشان بس ايه دكاترة السنان ما يزعلوش مني يعني او حاجة زي كده. خلي بالك برضو الطب وقتها ما كانش مهنة قوي، يعني اي حد كان ابوه مثلا بيعرف يخلع كان ابنه ممكن يبقى بيخلع سنان عادي. الكلام ده كان في القرن ال 13 من الميلاد، فيخلص القرن ال 13 ويجي القرن ال 14. وفي القرن ده كان في مرض غريب جدا بينهش في اوروبا وبينهش في العالم كله، وكان الطاعون. ونتيجه لتفشي المرض ده وعدم معرفه سبب حقيقي بيسبب المرض ده، تدي الكنيسه الضوء الاخضر لتشريح الجثث. الكنيسه اللي كانت منع تشريح الجثث قبل العصور الوسطى ادت الضوء الاخضر لاي طبيب ان هو يبدا يشرح الجثث عشان نعرف سبب الطاعون ده ايه. القرار ده على الرغم من ان هو ما اثرش على علاج الطاعون بشكل كبير، الا انه فتح باب جديد في الطب، وفتح باب جديد لمعرفه الانسان بجسمه، علشان نبدأ صفحة جديدة من صفحات تاريخنا في الطب والعمليات الجراحية. وكانت الصفحة دي في القرن السادس عشر، القرن اللي شهد أحد أهم عباقرة التاريخ ليوناردو دي كابريو دافنشي. القرن اللي شهد أحد أهم وأعظم عباقرة التاريخ ليوناردو دافنشي، اللي استغل قرار الكنيسة ده في إن هو يعمل تشريح لجثث بشرية في أعمار مختلفة وفي حالات مختلفة، ويرسم الجثث دي رسم دقيق علشان تغير رسوماته من توقع الإنسان لتشريح جسمه الداخلي، من التوقع بتاع جالينوس لرسم واقعي رسمه لينا ليوناردو دافنشي. رسومات ليوناردو دافنشي تبقى مرجع لكل الأطباء وقتها، ويبدأ يخرج من رحم رسومات ليوناردو دافنشي ومن مدرسته الخاصة والجديدة في الطب أطباء تانيين عظماء جدا في القرن 16 زي أمبرواز باري. دكتور باري كان عايش في مدينة تورينو، وكانت عنده مدرسة جديدة برضو في علاج الجروح، وهو انه بيعالج الجروح بالزيت الساخن. ولكن سنة 1536 يحصل حصار تورينو، المدينة تبقى محاصرة والزيت اللي عندهم يخلص، فيبدأ يكتشف طرق جديدة لعلاج الجروح عن طريق انه هو مثلا يجيب مواد ويخلطها مع بعضها ويحطها على الجرح، فيلاحظ ان ليها فعالية افضل بكتير جدا من الزيت المغلي. بدأ باري بنفسه ان هو يعمل اطراف صناعية للناس اللي فقدت اطرافها في الحروب او في الحوادث المختلفة، لكن مازال العالم بيفتقد لطفرة جديدة بعد الطفرة اللي عملها ليوناردو دافنشي، لحد ما وصلنا للقرن ال 18. الموضوع بدأ يتغير والتطور بدأ يكون غير مسبوق، لان في القرن ال 18 اتولد ابو الجراحة الحديث، طبيب اسمه جون هانت، اللي بدأ يخترع اجهزة حديثة ممكن نستخدمها بدل اعضاء حساسة موجودة في اجسامنا، زي مثلا جهاز يعوض القصبة الهوائية، ويبدأ يكون عندنا في الكرة الارضية خدمة لاسعاف الجرحى، عملها دكتور فرنسي اسمه دومينيك جان لاري. الحاجتين دول على قد ما تحس فيهم بقدر من البساطة، الا انهم بيبينوا ان احنا في الفترة دي كنا على دراية كبيرة جدا بجسم الانسان، رؤيتنا لتفاصيله بقت اوضح بكتير جدا من الاول، ووعي الاطباء بطرق العلاج وتشريح الجثث بقى عالي جدا ومتطور جدا. الا ان برضو كان في حاجة كبيرة ناقصة، الناس عندها استعداد ان هي تعمل عمليات جراحية، ولكن المشكلة اللي عندهم هو انهم بيحسوا بالدكتور وهو شغال في جسمهم، ما كانش فيه بنج اصلا. فيا ترى ايه هي قصة البنج وازاي البشر اخترعوه؟ بديهيا كده انت لو عايز تشتغل في جسم اي حد وعايزه ينام، فبتقوم ضربه على دماغه ضربه جامده كده، هتلاقيه سرق منك واقع على الارض. ده بالظبط اللي كان بيعمله الناس في العصور القديمه. ولو بقى المريض كان سعيد الحظ ومش هياخد الضربه دي على دماغه، كانوا بيكتفوه بيثبتوه كويس علشان يتحمل الالم غصب عنه. وبرده في العصور القديمه كان في ناس متطورين في المجال بتاع التخدير ده، وهم الاشوريين، لما كانوا بيربطوا بعض الشرايين اللي موجوده في الرقبه ويضغطوا عليها لفتره زمنيه معينه، فده يمنع وصول الدم للمخ والشخص يغمى عليه ويبدأوا شغل في جسمه عادي. لكن ده كله تخدير كلي. طيب بالنسبة للتخدير الموضوعي هل كان ليه وجود اصلا ساعتها؟ حابب اقولك اه، ولازم انت كمصري تفتخر بحاجة زي كده، لان القدماء المصريين كان ليهم السبق في التخدير الموضوعي. لما اكتشف المصريين القدماء ان بعض النباتات عندها القدرة ان هي تخدر بعض الاماكن، زي نبات الخشخاش اللي كانوا بيعملوا منه الافيون، وبعض المركبات التانية اللي ساعدت على زوال الالم من جسم من
الإنسان، وكلها كانت حاجات مستمدة من الطبيعة، وفضلوا البشر يستخدموا الطرق دي من العصر الحجري لحد ما وصلنا للقرن ال18 خصوصا سنة 1799 مع عالم اسمه هامفري ديفي، لما لاحظ ان الناس لما بتشم قدر كبير من الكحول جسمهم بيصاب بقدر معين من التخدير، لكنه لسبب ما ما نشرش الكلام دوت بين الناس ولا اعلن ان الكحول ممكن يساعد في ان احنا نخدر اجسام الناس، تقريبا خاف الناس يقولوا عليه ان هو اهبل او حاجه. لكن هامفري ديفي كان اهبل فعلا، ولكن مش علشان الفكره بتاعته كانت هبله، علشان هو ما اعلنهاش للناس. لان سنه 1842 يجي دكتور اسمه كروفورد لونج ويعمل عمليه عن طريق استنشاق المريض لجزء كبير جدا وقدر كبير من الكحول في التخدير، فيبدا الناس ياخدوا بالهم من الكيمياء، فيطلع دكتور اسمه جيمس سيمسون ويستخدم الكلوروفورم لاول مره في التخدير، وبعدها سنه 1844 يستخدم نفس الشخص الكوكايين في التخدير الموضعي. فيبقى عندنا اخيرا والاول مره اختيارات كتيره ومتعدده في حته التخدير دي. اي نعم الموضوع ساعتها ما كانش متطور قوي زي النهارده، ولكن دي حاجه كانت مريحه للمرضى جدا، ان انت لو مش هتاخد ده هتاخد ده، لو انت مش عايز تنام وانت بتتعمل لك العمليه وعايز تتفرج خلاص هنحط لك كوكايين او افيون وتعمل البتاع او العمليه بشكل موضعي. لكن كان في حته كده عامله برضو ازمه بالنسبه للدكاتره، وهي نقطه التعقيم والمشاكل اللي كانت بتحصل للمرضى بعد العمليه نتيجه لان الادوات الجراحيه اللي كان الدكتور بيستخدمها كانت ملوثه بشكل كبير جدا. كان الدكتور من دول بيفتح الجسم اللي قدامه باي ماده في اي مكان ويلا بينا ندخل البكتيريا والجراثيم جوه جسم الراجل ده. لكن سنه 1865 يجي دكتور اسمه جوزيف ليستر ويعمل مفاجاه في السنه دي، وهو انه لاول مره بيعمل عمليه جراحيه مطهرة عن طريق انه كان بيرش حمض الكربونيك على جسم المريض قبل ما يبدأ اصلا في فتح الجرح، ويجي الالمان ويعلوا عليه ويقولك احنا مش بس هنطهر جسم المريض، ده احنا هنطهر كمان ايادي والادوات اللي بيستخدمها الجراح في العملية بتاعته. ومش بس كده، دول سنة 1890 بدأوا يصنعوا الجونتيات البلاستيك علشان يستخدموها في العمليات الجراحية، فيبقى عندنا عصر جديد من العمليات الجراحية وعصر جديد من الطب مبني على معرفة كبيرة بجسم الانسان، والشغل وقتها كان شغل على نظيف لان احنا دلوقتي عندنا تعقيم وعندنا ادوات نظيفة، وفي نفس الوقت العيان ما كانش بيحس بالالم نتيجة لظهور حاجة جديدة اسمها التخدير. فدي كلها حاجات خلت الدكاترة عندها قابلية ان هم يعملوا عمليات اكثر دقة من العمليات العبيطة اللي كانوا بيعملوها قبل كده. بتيجي سنة 1883 مع دكتور اسمه روبرت لوسون. الدكتور ده يعمل عملية لسيدة كان عندها حمل خارج الرحم، فينجح دكتور روبرت في ان هو يزيل ليها قناة فالوب والست تعيش وزي الفل. بس برضه لما تيجي تفكر فيها هتلاقي ان الدكتور كان بيفتح جسم الانسان عمياني كده، يعني المريض كان بيقول له والله الحته دي وجعاني او مش قادر، فيقول له اوكي احنا هنفتح من الحته دي ونشوف ايه اللي جوه، ولكن هو اصلا ممكن يكون السبب في الوجع ده عادي، يعني ان هو محتاج يدخل الحمام مثلا مش محتاج ان احنا نفتح في جسمه. فتحصل معجزه حقيقيه سنه 1895 لما عالم الفيزياء فيلهلم رونتجن يقول لمراته حط ايدك في مكان معين، وعن طريق اشعه معينه هو اللي اكتشفها يطلع لنا الصوره اللي انت شايفها دي. زي ما انت شايف عظم ايديها باين، ودي حقيقه كانت معجزه وقتها، انت بالفعل تقدر تشوف اجزاء من جوه جسم الانسان من غير ما تفتح جسم الانسان بمجرد اشعه بس، شويه هتقعدهم تحت الاشعه يطلع صوره لجسمك من جوه شكله عامل ازاي. ايه وبعد الاكتشاف المهم ده هاتك يا تطور في العمليات الجراحيه. وطفره من الطفرات المهمه اللي حصلت في الطب بعد اكتشاف الاكس راي هي عمليه اتعملت سنه 1896. العمليه دي كانت في القلب، شوف انت بقى العضو اللي عمال يتحرك ليل نهار ما بيقفش، قدرنا فعلا نعمل عمليه فيه نتيجه لاكتشاف الاشعه السينيه. لكن عاوزك تاخد نفسك معايا شويه علشان احنا داخلين على القرن العشرين اللي كان مليان مفاجآت. طول الكورونا اللي فاتت كان في عضوين في جسم الانسان ما كانش في حد بيستجري يقرب منه نتيجه لان هم حساسين جدا ودقيقين جدا، وهم القلب والمخ. وفضلوا الاطباء شغالين على الامخاخ وقلوب المرضى علشان يعملها فعلا كريستيان بيرنر لما يعمل اول عمليه زراعه قلب بشري في التاريخ، وقبلها سنه 1950 تحصل عمليه زراعه كلى، اول عمليه زراعه كلى. لكن خليني اقول لك ان بعد اكتشاف الاكس راي الطفره اللي عملها دي ما كانش في حاجه عملت نفس الطفره دي غير سنه 1960، وحاجه تانية برضو حصلت سنه 1964. ففي السنه الاولى 1960 تم اختراع الليزر، وسنة
سنه 1964 تم استخدامه اول مره في جراحه العيون، علشان يكون عندنا نوع جديد من الطب بنقدر نتعامل فيه مع الحاجات الحساسه والحالات الحرجه من غير اي تخوفات ومن غير اي جهل مسبق للعمليه. زي مثلا عمليه اتعملت سنه 1962 وكانت عمليه صعبه جدا، لما الطفل ذراعينه الاثنين يتقطعوا في حادثه من الحوادث، والدكاتره تنجح فعلا ان هم يركبوا له دراعاته دي مره ثانيه. وفي اواخر القرن العشرين ينجح البشر في ان هم يطوروا انواع جديده من الاشعه زي اشعه الرنين والاشعه التلفزيونيه اللي بدات تدينا تفاصيل اكتر عن جسم الانسان. كانت بتعجز اشعه اكس ان هي تطلع لنا التفاصيل دي كلها، ودي حاجه خلت الاطباء عندهم قدره ان هم يعملوا عمليات جراحيه في مخ الانسان وفي الاماكن المعقده من جسم الانسان. فيخلص فعلا القرن العشرين على نهايات سعيده بالنسبه للطب. وفي 19 سنه اللي احنا عشناهم في القرن ال21 الجراحه برضو كانت بتحرز تقدم ملحوظ جدا. فسنه 2005 تتم اول عمليه لزراعه وجه، وتحصل اول عمليه لزراعه ساق سنه 2011، واول عمليه زراعه رحم سنه 2012. ده غير ان عمليات ازاله الاورام والعمليات اللي بتحصل في العمود الفقري واللي بنتعامل فيها مع النخاع الشوكي بقت اسهل بمراحل، حتى ان في خطوات جاده فعلا لاتمام عمليه لزراعه الراس او نقل الراس من جسم انسان لجسم انسان تاني، ودي حاجه كنت اتكلمت عنها في حلقه قبل كده. لكن اللي احنا عايزين نطلع بيه من الحلقه دي هو ان الانسان عنده حاجه مهمه جدا اسمها الشغف. الشغف ده اللي بيخليه عايز يدور ورا الحاجه، عايز يطور منها اكتر، عايز يوصل لاصلها، عايز يعرف حقيقتها ايه. الشغف اللي عند الانسان هو اللي ساعد في انك لما تتعب تقدر تلاقي علاج مناسب لتعبك، لما تحصل لك حادثه تبقى بشكل كبير مطمن ان انت هتلاقي الطبيب اللي عنده العلاج بتاعك، ولما تعوز تشوف فيديوهات على يوتيوب تشترك في قناه عبد اللطيف وتشغل جرس التنبيهات وتعمل لايك وشير للحلقه لو عجبتك، وتنساش تقول لي رايك في الكومنتس. كمان هتلاقي اللينكات بتاعت فيسبوك وانستجرام وتشين وموجودين تحت في الديسكربشن، روح تابعني هناك. هتلاقي اللينكات بتاعت باتريون ورقم فودافون كاش لو عايز تدعمني بشكل مادي، هتدعمني عن طريق الوسيلتين دول. واستنى الشاشه الجايه عشان هنزل عليهم فيديوهات انا كنت عاملها قبل كده. وبس كده، السلام عليكم.